أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. الحدث اليوم هو المستجدات في جزيرة سقطرى وقيام القوات الحكومية بالسيطرة على ميناء الجزيرة بعد اشتباكات مع مسلحين تابعين للحزام الأمني. أحكمت قوات الجيش والأمن سيطرتها على ميناء جزيرة سقطرى بعد محاولة قوات الحزام الأمني السيطرة عليه. وقال بيان باسم السلطة المحلية في سقطرى إن العناصر التخريبية اشتبكت مع قوات الأمن المكلفة بتأمين الميناء، لكن سرعان ما تم التعامل معهم وضبط الأمن فيه، لكن الاشتباكات أسفرت عن إصابة قائد ما يسمى بقوات الحزام الأمني عصام الشابسي. كل ذلك سبب مخاوف من التصعيد في الجزيرة التي قلما تعرف العنف من قبل. نناقش هذا الموضوع في محورين: ما تداعيات التطورات الأخيرة في المحافظة سياسيا وأمنيا؟ وما هو موقف الحكومة والوجهات الاجتماعية في الجزيرة من هذه التطورات؟ نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. أفشلت قوات الجيش والأمن محاولة عناصر مسلحة تابعة للإمارات السيطرة على ميناء أرخبيل سقطرى. ففي الساعة الثانية ظهيرة ثلاثاء 18 من يونيو هاجمت عناصر وصفتها السلطة المحلية بالتخريبية ميناء سقطرى، لكن قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء اشتبكت مع تلك العناصر المسلحة. وفق بيان السلطة المحلية فإن التعزيزات العسكرية من الجيش والأمن أجبرت تلك العناصر التابعة للحزام الأمني على الفرار. يأتي هجوم الحزام الأمني على الميناء بعد يوم واحد من اعتدائه على موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس في مديرية قلنسية. وتزامنت هذه الأحداث مع زيارة رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك إلى أبو ظبي. سلسلة الأحداث الأخيرة في الجزيرة تشير إلى أن اندلاعها يأتي على خلفية منع محافظ سقطرى إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، ورفضه السماح لباخرة إماراتية مطلع الشهر الجاري من إنزال حمولتها التي يرجح أن تكون أسلحة إماراتية. في مايو الماضي اتهمت مصادر حكومية سفينة تابعة للبحرية الإماراتية بإنزال أكثر من 100 مسلح انفصاليا إلى سقطرى، تم تدريبهم في معسكرات تابعة للإمارات بعدن ووزعتهم في أكثر من منطقة. وكانت الحكومة قد رفعت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بتصرفات الإمارات في مايو 2018. وفيما هو مؤكد فإن عجز الإمارات في فرض مخططاتها وفق مراقبين دفعها إلى تنفيذ سياسة خلط الأوراق في سقطرى ونشر الفوضى عبر حزامها الأمني. مجددا أترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من جزيرة سقطرى الناشط عيسى مسلم. أرحب بك سيد عيسى. إذن في البداية ضعنا في صورة ما حدث في سقطرى من تصعيد في مينائه بالأمس. مساكم الله بالخير جميعا، نسال الله المشاهدين والمستمعين. في الحقيقه كما تعرفون جميعا ان ارخبيل سقطرى والمعروف عنه عالميا بانه ارخبيل التنوع الحيوي البيئي العالمي الفريد، والارخبيل الذي سجل في منظمه اليونيسكو العالميه. وبالتالي هذا الأرخبيل يمتاز ببيئة طبيعية خلابة، كما يمتاز أيضا بمواطنين وأبناء مسالمين لا يعرفون العنف منذ مئات من السنين. وبالتالي جر محافظة أرخبيل سقطرى هذا الأرخبيل المسالم الوادع الآمن الذي لا يعرف لغة السلاح ولا يعرف مواطنين، حمل السلاح اساسا، حتى ان العسكري تكاد ترى عسكريا يحمل بندقيه الا في سفنته. وبالتالي ما اقدمت عليه عناصر الحزام وما يسمى الحزام الامني، وهي عناصر بالاساس عناصر تخريبيه تحاول جر سقطرى وابناء سقطرى الى مربع العنف، مربع النسخه العدنيه، مربع النسخه الشبوانيه، كما تفعله هناك الأحزمة والنخب التي أنشأتها تلك الأطراف التي لا تريد للدولة ولا تريد للشرعية أن تستقيم
على أرضية، وبالتالي هذه العناصر التي أقدمت يوم أمس على اقتحام ميناء سقطرة في شرق العاصمة حديده هي يعني نسخة لما يتم في شبوة بالأمس، ونسخة لما يتم التحضير له في عدن من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وبالذات البنك المركزي اليمني. هذه التجربة في الحقيقة تجربة يراد أن يؤتى بها إلى سقطرة، يعني أبناء سقطرة الذين يشتهرون بالكرم، الذين يشتهرون بالسلم، الذين يشتهرون بالأمن. سيد عيسى، لو تعطينا تفاصيل أكثر حول ما الذي حدث خلال اليومين الماضيين في سقطرة بالتحديد، ما هي آخر المستجدات حتى يعني يعلم المشاهدين تفاصيل أكثر من هناك من سقطرة وأنت هناك؟ أخي الكريم، هناك تعبئة ضد السلطة المحلية وبالذات رأسها الأستاذ المناضل البطل الأستاذ رمزي محروس، الرجل الوطني الغيور على محافظتي. أولا هناك تعبئة من قبل المجلس الانتقالي ومن قبل الموالين له لكون هذا الرجل رفض إنشاء هذه الأحزمة وهذه النخب التي تريد جر سقطرة إلى الأنف. وما حصل قبل يومين من تعرض من موكب وزير الثروة السمكية، وتعرض أيضا لموكب برفقته محافظ سقطرة في أثناء نزولهما وتفقدهما لمركز الإنزال في مديرية كلنسية، كان ذلك بالأمس أيضا تصعيبا آخر وهو محاولة لاقتحام ميناء سقطرة والاشتباك مع قوات خفر السواحل. وأيضا وجه المحافظ محروس وجه اللجنة الأمنية وتشكيل حملة عسكرية للسيطرة على الميناء وتأمينه مسنودا بالقوات السعودية التي تتواجد على أرض سقطرة. الآن الميناء تحت فيما يتعلق بحادثة الاغتيال التي تحدثت عنها، محاولة الاغتيال السعودية الموجودة أيضا والرابطة في الميناء، فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال التي يتعرض لها محافظ المحافظة وكذا وزير الثروة السمكية، ما هي تفاصيل هذه الحادثة لو تطلعنا عليها بشكل أكبر؟ هو كما أجبت لك أن هناك يعني تعبئة ضد المحافظ لكونه رافض لهذه التشكيلات. الآن هناك يعني حملات تشويه للمحافظة والأستاذ رمزي محروس كونه يعد يعني الرجل ربما لا اقول الوحيد ولكن قليل من امثاله مع غيره من الغيورين على هذا البلد ومحافظه سقطرة ينادي بيمننة سقطرة يعني وحدانيه، اقصد ان تظل سقطرة تحت حمايه اليمن، تحت متمسكة بيمنيتها، متمسكة بوحدتها، متمسكة بترابها اليمني. هذا الكلام كله أزعج هذه الأطراف التي لا تريد أن تبقى اليمن يمنا موحدا، يمنا اتحاديا، ولكن هناك أطراف تريد أن يعني تريد أن تسعى إلى التشطير سواء كان على مستوى اليمن الواحد او تشطير المحافظات تجميع المجزأ. وبالتالي ازعجهم هذه التصاريح، وازعجتهم ايضا نجاحات الرجل في المحافظه، الرجل ايضا حقق نجاحات ملموسه في الخدمات وغيرها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عيسى مسلم. أرحب بمن ينضم إلينا من كندا، الناشط الإعلامي أكرم القعيطي. أهلا بك سيد القعيطي. إذن كيف تتابع ما يحدث في سقطرة من تصاعد إلى حد ما أو ذهاب إلى العنف بعد هذه الاشتباكات بين الجيش والمسلحين التابعين إلى الحزام الأمني؟ أهلا وسهلا أخي العزيز. نعم، سقطرة يعني هي جزيرة معروفة وموقع استراتيجي، وهي تعتبر من أكبر الجزر العربية من حيث المساحة، وهي تعتبر جوهرة وبما فيها من طبيعة، تتمتع بميزات طبيعية فريدة.
وكانت سقطرى تبدو بمنأى تماما عن الحرب حتى وصول القوات الإماراتية في الإنزال الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام. طبعا حدثت في هذه الأيام الأخيرة دلعات واشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحي الحزام الأمني التابع للإمارات في الجزيرة، وذلك كان عقب محاولة مسلحي الحزام الأمني اقتحام الميناء وإنزال بعض العربات والسيارات التابعة لهم التي وصلتهم من الميناء. هذه المواجهات التي اندلعت بين قوات الحزام الأمني وخفر السواحل تدعمه الإمارات في ميناء سقطرى انتهت بإخراج هذه القوات من الميناء، قوات الحزام الأمني. وهذا الصراع الحالي والدائر والعنف الموجود الآن في جزيرة سقطرى هو تصعيدا عسكريا جديا من قبل القوات الموالية للإمارات وبالدعم الإماراتي المعلوم. وقد أصيب أيضا في هذه المواجهات قائد قوات الحزام الأمني عصام الشذابي، وكلما مر الوقت كلما زادت الصراعات أكثر وأكثر، لأن هذا الصراع وهذا التأزم الحاصل في جزيرة سقطرى هو صراع مرسوم وهو مخطط. مخطط من قبل من؟ مخطط له من الكبار وينفذونه الأدوات، والشعب اليمني هو الضحية الوحيد في هذا الصراع الدائر، في هذا الصراع الأطراف الذي يحاول كل طرف أن يقدم تنازل، لا نقول تنازلات وإنما نقول يبيع الوطن لأجل أن يحكم بالحديد والنار، وهو ما تعمله بعض الأطراف وبعض الميليشيات في الجزيرة. فهذا النتيجة هو أن الشعب اليمني هو الضحية وأن سكان سقطرى هم الضحية من هذا العنف الدائر. طيب بداخل سقطرى الكفة إلى من تميل بحسب ما ترى؟ الكفة لا ندري إلى من تميل بالضبط، وإنما أن العنف هو مستمر الآن وكل يحشد من جهته. طرف الحزام الأمني التابع للإمارات يحشد قواته وتحصل على دعم إماراتي، والشرعية تحاول الرد وتحاول المجابهة وتحاول أن تثبت نفسها في الجزيرة. الصراع هو على أشده، ويعتبر في بدايته إن لم يتدارك العقلاء وإن لم تتدخل الدول مثل السعودية يعني لحل هذا الصراع القائم الذي ليس هو في جزيرة سقطرى فقط، وإنما هو يعني كما قال الأخ هو نسخة عن الصراع في شبوة الذي حصل قبل أسبوع تقريبا، والصراع في حضرموت، الصراع في عدن بين الحكومة الشرعية وبين طرف من أطراف التحالف ومن يتبعه والذي انحرف عن أهدافه المرسومة له منذ مشاركته في عاصفة الحزم. تفضل بالبقاء معي سيد القعيطي. يعود إليك سيد مسلم. فيما يتعلق بأبناء الجزيرة وجهات الاجتماعية فيها، ما هو موقفهم من هذا التصعيد ومحاولة الاغتيال وهذه الاشتباكات؟ الوجهاء وكافة الشرائح المجتمعية في الأرخبيل هي أساسا مع الدولة وضد العناصر الخارجة عن الدولة. لعلك تابعت الأمس تداعيات ما حصل لموكب الوزير والمحافظ في قلنسية من بيانات وتمييزات من الأحزاب ومن الاتحادات السمكية والجمعيات والمشايخ والمكونات السياسية في الأرخبيل. نحن دائما هنا في أرخبيل سقطرى نعول دائما على لغة العتم، دائما نعول على أننا كسقطريين يعني نحترم بعضنا البعض لأننا نعتبر بعضنا أسرة واحدة، نرفض بل ننفض هذا العنف الذي يراد لنا أن نتجه نحوه
يخطط له لأن نقع في فخه، وبالتالي سيكون لمشايخ ووجهاء سقطرى مع المحافظ بإذن الله عز وجل خلال الأيام القادمة جلسات، يعني الناس ستتدارك هذه المشكلة قبل استفحالها. ومن هنا أناشد رئاسة الجمهورية، أناشد الحكومة، أناشد الجميع أن يفعلوا أجهزة الدولة أن تقوم بدورها بالوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة دون تأخير حتى يعني يستفحل المرض، وبالتالي تصبح سقطرى حالها كحال المحافظات الأخرى التي لا تستطيعها الحكومة أن تضع قدمها كما فعل بعدم أن يأتي إليها، بل أصبحت سقطرى في الماضي منازا آمنا للحكومة وللوزراء مترفة يذهبون إلى الشوارع دون رفقة لمسلح أو لحادث. طيب اليوم سيد مسلم، اليوم فيما يتعلق ب يعني هناك صور كانت تظهر مظاهرة سيد مسلم. سيد مسلم نعم، اليوم هناك صور تظهر مظاهرة أو صورة تظهر مظاهرة تهاجم وزير الثروة السمكية، تهاجم محافظ المحافظة رمزي محروس، وتتحدث أيضا عن الإخوان. يعني ما هو حجم الرفض أو عدم التأييد إن صح التعبير للمحافظ في محافظة سقطرى أو في الجزيرة؟ أخي الكريم، المظاهرة يعني أتحدث عن أي مظاهرة؟ يعني أنا أسمي هذه المظاهرة مظاهرة يتيمة، مظاهرة ليست لها يعني لم تحمل يعني لابتة، غير لابتة الإخوان هم يريدون الشماعة لا أقل ولا أكثر. الإخوان غير موجودين في سقطرى، هذه بدل أعطيك يعني دلالة أخرى أن من لاذ بالفرار بالأمس وجر خيبة الهزيمة بالأمس من ميناء سقطرى هم هؤلاء الأشخاص الذين ما استطاعوا أن يظهروا اليوم بعلم الحراك، بعلم المجلس الانتقالي. هذا دليل، وهذا دليل واضح ونتيجة واضحة أن المجتمع ينفض هذا المكون ولا ينجر وراء هذا المكون. هم ما استطاعوا أن يخرجوا بعلم واحد لما يسمى الجنوب العربي أو لما يسمى الجنوب هذا المسمى حقهم، هذا يعني نتيجة واضحة. نعم، لا أقل على ذلك. يعني أشكرك إذا الناشط عيسى مسلم، كنت معنا عبر الهاتف من جزيرة سقطرى. بالعودة إليك سيد القعيط، يعني في الحديث عن تصعيد الحزام الأمني مدعوم من الإمارات، ما هي الأهداف التي تطرح في سياق هذا التصعيد، خصوصا وأنت أشرت والضيف الكريم أيضا أشار إلى تزامن ما حدث في سقطرى مع أحداث مشابهة ربما في عدن، في شبوة، وربما غيرها أيضا. نعم أخي العزيز، الآن سقطرى هي تعتبر من أبرز محاور الخلافات يعني اليمنية الإماراتية، وتهدف أبو ظبي وتسعى إلى بذر فتنة اجتماعية بين آل الجزيرة المسالمة، توسيع نفوذها بالطبع في المحافظة على حساب الحكومة الشرعية. فهي ليست أول مرة هذا التصعيد الذي تقوم فيه، فهذا هو التصعيد قد قامت في الماضي، في العام الماضي أيضا باحتلال الميناء ومطار المدينة عسكريا، وهو ما دفع الحكومة في حينها بالاحتجاج وإرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي. هل تتوقع إجراء مشابها؟ كيف تتوقع ردة فعل الحكومة بهذا الخصوص؟ ردة فعل، أولا أكمل نقطتي الأولى، حيث يعني القوات الإماراتية أنها تتحكم في بعض الموانئ، ليس فقط في سقطرى، وإنما هي عندها مشروع أكبر في التحكم بموانئ استراتيجية اليمنية، ميناء عدن، ميناء المكلا، وميناء شبوة، وحتى ميناء المخا. فأبو ظبي لن تتوقف عن هذه الأنشطة في هذا الجانب، ستواصل جهودها في إنشاء قوى عسكرية موالية لها بالجزيرة على أغرار التشكيلات في المدن الجنوب الأخرى.
استكمال مخطط الوصاية على البلاد ونهب ثروات البلاد وإماتة موانئها ومطاراتها. أما من ناحية عمل الحكومة يعني من يعني وموقفها من هذا، فموقفها من هذا صريح كما قال المحافظ وأعلن عنه في السابق، رفض السماح بتأسيس التشكيلات الأمنية والعسكرية خارج السلطة المحلية للمحافظة، وقد جاء ذلك في اجتماع عقده في 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 أواخر يناير. وأيضا مشايخ وأعيان المحافظة وقفوا إلى جانبه، وهم واقفون صفا واحدا إلى جانب الحكومة الشرعية المتمثلة بالرئيس عبد الرب المنصور هادي. فالحكومة لم تصمت حيال ذلك التصعيد العسكري، فمنذ أن بدأ النزاع بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات بشأن السيطرة على جزيرة سقطرى، الحكومة استنكرت في بيانات كثيرة لها واعتبرت أن ذلك أمرا غير مبرر، فلا حوثيين متواجدين في تلك المدينة ولا هنالك أي مبرر للقيام بهذا التصعيد وهذا الحملات وهذا التصعيد. يعني هناك في هذا السياق قبل حوالي العام كان هناك موقف لرئيس وزراء السابق أحمد عبيد بن دغر الذي اعتبروه كثيرون موقفا مشرفا، وكثيرون من توقعوا أن هذا الموقف هو ما أحاط به من رئاسة الوزراء. اليوم هل تتوقع شيئا مشابها من الرئيس أو من رئيس الحكومة؟ سيد القعيطي، يبدو أن هناك خلل في التواصل مع السيد القعيطي. على كل حال مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تتحدث كانت عن ما حدث في محافظة سقطرى أو في جزيرة سقطرى خلال اليومين الماضيين. هناك أنباء كانت تتحدث عن محاولة لاغتيال المحافظ رمزي محروس وكذا وزير الثروة السمكية فهد كفاين. كذلك كان هناك محاولات من قبل قوات الجيش والأمن من قبل قوات محسوبة على الحزب الأمني السيطرة على ميناء الجزيرة، لكن قوات الجيش والأمن قامت بإعادة سيطرتها على الميناء. أرحب بمن تنضم إلينا الآن عبر الهاتف إذن من برلين، الناشطة السياسية والحقوقية سمية الثور. أهلا بك سيدة الثور، إذن كيف تتابعين ما يحدث من سقطرى من شباكات مسلحة بين الجيش وقوات الحزام الأمني؟ أولا السلام عليكم جميعا. طبعا ما يحصل الآن في سقطرى شيء غريب، يعني خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء للإمارات. يعني كنا نتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي لمثل هذه الزيارات، كما أسماها الغرفة الإعلامية أسموها بالمفاوضات اليمنية الإماراتية، وكأن احنا يعني وكأن في اعتراف ضمني أن هناك يعني حرب بين اليمن نحتاج فيها إلى مفاوضات واتفاقيات جديدة، رغم أن احنا نعرف أنه الإمارات أو التحالف أتى أصلا لمساعدة اليمن. فيعني ما يحصل في سقطرى شيء يعني مخيف جدا، وأن يحصل مثل هذه الاشتباكات بين أبناء سقطرى ذاتهم، أن يكون هناك خلاف بينهم، هذا أكثر ما يعني يجعلنا نبدأ نشعر بالقلق، أنه لم يكن ليحدث مثل هذا الشيء لولا تدخل القوات الخارجية أو الإمارات بحزامها الأمني وغيرها من ميليشياتها الموزعة في سقطرى. طيب فيما يتعلق بالحكومة الشرعية، يعني الآن السلطة المحلية مستهدفة، كذلك أحد الوزراء في الحكومة كان مستهدفا بمحاولة للاغتيال كما تشير هذه الأخبار، كيف تتوقعين ردة فعل الحكومة الشرعية بهذا الخصوص؟ الغريب أن يعني اطلعت على خبر أنه أول من تواصل مع المحافظ أو رئيس الأمن كان بن دغر. يعني الحكومة إلى الآن وهو يعتبر موظف عندهم لم يحصل من طرفهم أي يعني بيان أو أي تفاعل مع الحدث هذا.
فواضح للأسف يعني كالعادة في تأخر وفي برود وعدم تفاعل سريع مع مثل هذه القضايا، ما يجعل الأمور أكثر تراكما. يعني الآن أنت ما يحدث مثل هذا الخذلان من الشرعية مرة ورا مرة، خلاص يعني يصبح الأمر أنه شيء عادي جدا تحصل مثل هذه الاشتباكات، عادي جدا أنه يعني يصاب أمن سقطرة. فبالتالي يعني لم يعد هناك تفاعل واضح من الشرعية. يعني يفترض أنه بعد لقاءات رئيس الحكومة مع الإماراتيين بالذات الآن يعني قبل كم يوم، يفترض أن يكون هناك شيء واضح يعني يطلع به مثل هذه اللقاءات. وأولها يفترض وأول القائمة يفترض كانت تكون مثلا سقطرة، الذي ليس لم يكن لها أي علاقة بالحرب في اليمن، حتى أن الحوثي لم يطأها بتاتا. فإنه الآن تحصل مثل هذه الاشتباكات العسكرية داخل سقطرة من أبناء سقطرة فيما بينهم ودون أي تفاعل حكومي، فهذه فعلا لا أدري ما نسميها، يعني هل نسميها أيضا خذلان؟ فهي بالتالي يعني سياسيا للأسف فشل ذريع في هذا الملف. في يعني وسط كل ذلك، كيف يمكن لقيادات السلطة المحلية إنقاذ الجزيرة مما قد يكون انقساما اجتماعيا، ما قد يسميه البعض بذور فتنة تخلق الآن؟ أنا لا أتوقع أن أبناء سقطرة عندهم أي استعداد لمثل هذا الفتنة والانقسام، وبالتالي يفترض أن كل النداءات الآن توجه لأبناء سقطرة ذاتهم. يعني في النهاية الحزام الأمني ليس هو أبناء سقطرة، أبناء سقطرة ناس مسالمة، ناس يعني لم نسمع منهم عنهم إلا كل خير وسلام واحترام لبلدهم ولأرضهم. فبالتالي يعني الآن يفترض كل النداءات توجه لأبناء سقطرة أن حافظوا على وحدة صفكم، أن كونوا يدا واحدة، أن لا تتركوا مجالا للفتنة مهما يعني كانت المغريات والاشتباكات اللي تحصل في سقطرة. فبالتالي كشرعية أو يعني محافظة يعني أتوقع أنهم صارمين واضحين، ودليل ما حدث اليوم أنهم لم يستسلموا يعني ما يريد أو ما يفرضه الحزام الأمني. لكن كشرعية يفترض أن يكون لهم ظهر، يعني في النهاية نحن نتحدث عن قوات حزام أمني مدعومة بكل الوسائل من دولة الإمارات بكل وضوح. فالمحافظة إذا لم يكن الشرعية تدعمها بأي شكل من الأشكال فهم يعني كمن طعن من الخلف. فيفترض أولا أهل سقطرة ذاتهم يكونوا صفا واحدا يدا واحدة في مواجهة هذه الفتنة، وثانيا أن ترتفع الأصوات تجاه الشرعية التي نتمنى أن تصحو ويكون لها صوت واضح، وأن لا تبحث عن مصالح لحظية مع هذا الطرف أو ذاك. أشكرك الناشطة السياسية والحقوقية أستاذة سمية الثور، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.